وصلنا لفقرتنا الطبية، ولما نقول بوتوكس أو فيلر أول شيء بيخطر على بالنا هو الشيء التجميلي، ولكن اليوم كثير من القطاعات الطبية وتحديدا طب الأسنان عم يستخدم البوتوكس والفيلر كأجراء تجميلي وعلاجي أيضا، من خلاله نحن قادرين نعالج العديد من المشاكل، إن كانت الابتسامة اللثوية، تسوس الأسنان، صرير الأسنان أو حتى مشاكل المفصل الصدغي أكيد، ولكن قبل ما نلجأ لهذا الإجراء لازم نعرف اذا في عنا حساسيه او لا، وكثير من الامور يا ليلى اللي لازم تاخذ بعين الاعتبار. كثير منا بيحب دائما بنرغب للابتسامه الجميله صحيح. وتجميل الاسنان، وكثير هاي القصه صارت موضه، يعني اليوم الاسنان الجميله هي اساس كل شيء، فينا نقول التم هو او الاسنان هي واجهه الوجه، لكن اليوم في اخطاء كثير عم بتصير، اليوم الابتسامه اللثويه عم بتشكل كثير مشاكل مزعجه سواء للشاب او الصبيه. اليوم صحيح. انا عملت اسناني، عملت تجميل للأسنان، لكن ضل عندي الابتسامة اللثوية المبالغ فيها. اليوم كتير عم نشوف أشخاص عم يستحوا أنهم يضحكوا أو يظهروا هاي الابتسامة بشيء المبالغ فيه، لكن هذا الشيء بيرجع لدور طبيب الأسنان، لازم هذا الشيء يتعالج بقصص كتيرة. ممكن في منا قطع لسة، لكن اليوم لما بدنا نلجأ نحن للبوتوكس أو الفيلر بالعلاجات طب الأسنان، كتير أشخاص بيجهلوا هذا الموضوع، ومنعرف نحن البوتوكس هو مراحل التجميل والفيلر أيضا، لكن دخل بطب الأسنان وخصوصا الشغلات البسيطة اللي ممكن يتعالج فيها. لكن اليوم رح نتعرف أكثر على استخدامات البوتوكس والفيلر وشو هي أهم النصائح وأيضا أهم الأخطاء اللي ممكن تحدث بهذا الشيء مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور حسن فيصل أسعد، الاختصاصي في طب الفم وتجميل الأسنان. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا دكتور. مباشرة خلينا نعرف المشاهدين عن أهمية البوتوكس والفيلر اليوم بطب الأسنان. أكيد البوتوكس والفيلر، البوتوكس استخدامه بطب الأسنان من زمان، واستخداماته طبية. البوتوكس هو مادة بروتينية موجودة بالطبيعة، بوتوكسين بوتولينيوم، عبارة عن تستأصل من مواد بكتيرية بتعيش بأجواء سامة. البوتوكس كمان بيؤدي لارتخاء العضلات بشكل مؤقت، لهيك احنا بنستخدمه مثلا بطب الأسنان عن ابتسامة لثوية. انا راح اعرف الابتسامة اللثوية قبل استخدام البوتوكس بالابتسامة اللثوية. الابتسامة اللثوية انها بتظهر اللثة اكثر عند الحكي والكلام والضحك، بتظهر اللثة اكثر من الأسنان، بتعطي منظر مزعج ومنظر بشع خصوصي اذا كان الأسنان حلوة. اسبابها تقدم بالفك العلوي، اسباب عظمية او اسباب اللثة بتكون مغطية على الأسنان، او اسبابها بتكون العضلة الشفة قوية جدا. إذا كانت عضلة الشفة قوية أكتيف كتير نحقن بوتوكس. هو حل غير تقليدي، يعني الحلول التقليدية هي قطع اللثة أو علاجات تقويمية أو قطع الألجمة، أما البوتوكس هو حل سحري وغير تقليدي وسريع فينا نقول دكتور. أكيد. يعني اليوم إذا حدا عنده مشكلة باللثة لازم يعالجها، سواء الحل التقليدي اللي هو قطع اللثة لازم يعالجه قبل مرحلة تجميل الأسنان. أكيد، مشان يطلع المنظر. أنا بقول دائما طبعا. إذا ظهرت اللثة بالابتسامة بيعطي عمر أكبر، لأن إذا ظهرت الأسنان بيعطي عمر أصغر، لهيك لازم تظهر الأسنان ما تظهر اللثة تماما، حتى بسبب كتير خجل لبعض الشباب والصبايا صحيح. اليوم حتى لو تجملوا الأسنان وبقيت اللثة بارزة بشكل مبالغ فيه عم يعطيهم كتير شيء محرج، لكن كتير أشخاص بيخافوا من موضوع البوتوكس باعتبار بلشنا نحكي عن الابتسامة اللثوية. لما هون البوتوكس عم يرخي هاي العضلات، عم يعطي أحيانا شكل كمان كتير بشع، يعني في اشخاص انه بيروحوا لعند الطبيب انه انا ما بقى بدي خلي ترجع تبين اللثه بس ما بدي يطلع هذا المظهر. شو هي الخطا اللي بيكون هون؟ الخطا هو هي العضله بتكون قويه، الخطا بيكون حقن كميه للعضله كميه كبيره من البوتوكس. احنا بنحقن حسب قوه العضله، يعني اول مره ممكن نحقن 2-3 يونت بكل جانب من العضله، بعد تكرارها بعد 6 شهور، بعدين شوي شوي العضله بتفقد قوتها، يعني ما لازم نحقن كميات كبيرة. بس أول أسبوعين، وأنا بطمن كل المرضى، بس أول أسبوعين ممكن يفقد اللي بيشرب متى الحكي، ممكن أول أسبوعين مثلا حرف الفاء بصير ما يطلع معه كويس، بعدين بترجع الأمور طبيعية.
تمام. طيب دكتور خلينا نحكي عن مراحل تحضير الأسنان قبل البوتوكس والفيلر. شو هي التجهيزات اليوم اللي بتقوموا فيها؟ ممكن يكون في اختبار، ذكرت حضرتك بالبداية ممكن يكون في اختبار حساسية أكيد. أو مواضيع اللثة أكثر، خبرنا تفاصيل. أكيد. إذا مثلا عنا هو إذا مريضة بده يحقن بوتوكس أول مرة أو حتى كمان تاني مرة، يعني لأن الحساسية ممكن ما تطلع من أول مرة، بنعمله اختبار تحسس تحت الجلد التقليدي وبنصبر عليه مثلا 10 دقائق ربع ساعة، إذا ما في أي حساسية أو طفحة جلدي خلص، يعني لأن البوتوكس بيعمل حساسية عند المرضى، يعني حسب 1% 1 بالألف حسب. إذا في أشخاص عندهم أمراض مزمنة معينة كمان هم ممنوعين من هذا الإجراء، مثلا عم ياخذ دواء مسيل دم، عنده مشاكل سكري، ممكن ما نحقنه، يعني ما يكون الإفكت البوتوكس كويس عنده. تمام. طب دكتور حكينا عن الابتسامة اللثوية، خلينا نروح لنحكي أكثر عن البوتوكس والفيلر. شو هي استخداماتهم؟ شو الاستطبابات اليوم؟ شو المشاكل الثانية اللي ممكن طبيب الأسنان يعالج فيها عن طريق البوتوكس والفيلر؟ أكيد ممكن كمان مشاكل المفصل الصدري، وإحنا هلأ كل العالم ستريس على الأوضاع، صرير الأسنان، صرير الليلي، الكذب على الأسنان، سرير الليلي بيكز على أسنانه بشكل قوي جدا، بيؤدي لسحل الأسنان وتآكل بالمفصل الصدري. البوتوكس لما نحقنه بزاوية الفك أو بالعضلة المسيتر، بعضلة المسيتر اللي بتريح المريض كتير، بتلاقي المريض بعد يومين ثلاثة عم يقول لك يعني ارتحت كتير كتير، لأنه بتسبب صداع وبتسبب ألم بالمفصل وتآكل بالمفصل. لهيك البوتوكس حل سحري وسريع لهالمشكلة. ودائما احنا كمان بنحط له جهاز حارس ليلي كمان معه، جهاز عباره عن كوتير بيلبسه كمان بالليل مشان يفك تشابك الاسنان، يمتص قوه العضلات، وبالاضافه للبوتوكس. هذا حل جيد جدا لانه غير حلول بتصفي جراحيه، وانا حل ممتاز البوتوكس بهالشيء. تمام. طيب دكتور هلا ذكرنا بالمقدمه انه نحن بنلجا للبوتوكس دائما كنا للمواضيع التجميليه، أكيد. تجميل الجلد والبشره تجعيد. تمام. ولكن انا اليوم في عندي مشاكل باسناني، امتى ممكن اختار اذا فينا نقول بوتوكس والفيلر كعلاج اليوم تجميلي للاسنان؟ حكينا هلا على الابتسامه اللثويه، مشاكل المفصل الصدري، اما الفيلر هو عباره عن مواد مالئه. في فرق بيناتهم؟ اكيد. خلينا نوضح. الفيلر هو مواد مالئه، هورونيك اسيد كولاجين، بينحقن لتعبئة المنطقة لإعادته. أنا بقول مو بس تجميل، لإعادته الوضع الطبيعي. أحياناً إحنا عندنا أسنان حلوة بس الإطار ما كويس، يعني الرقيقة، الشفة رقيقة، بنعيدها لوضع الطبيعي، نص سنتي سنتي فيلر. بيكون مثلاً عنده مشاكل بالشفة، مثلاً مرضى عندهم شق الشفة، قبة الحنك، شق الشفة، هدول ممكن نعيد تصحيح عدم تناظر الشفة بتعبئة الأجزاء اللي ما هي متناسقة مع بعض، زوايا الفك مثلا، زاوية الفك غير متناظرة، الدائن فايت لجوه ما بده يعمل، مثلا عنده مشكلة تقويمية خارجية، ممكن نبرز الدائن شوي بمواد مالئة الفيلر. يعني الفيلر استخداماته بطب الأسنان عديدة، يعني واستخدامات طبية كمان، يعني تمام. يعني اليوم دكتور فينا نقول طبيب الأسنان تجميلية هو المسؤول عن هاي القصة، يعني في كتير أشخاص بيروحوا بيعملوا تجميل لأسنانهم، تركيبات جميلة، لكن بيكون في مشكلات تانية هنن ما بينتبهوا لها لبعد فترة. فهاي اليوم طبيب الأسنان قديش مهم هو يدارك هاي القصص وعن طريقه تتم العلاجات التجميلية بعد تجميل الأسنان. أكيد. يعني احنا بنستخدم الفيلر والبوتوكس لعلاجات تجميلية بالوجه بالنسبة للابتسامة اللثوية ومشاكل الأسنان. أكيد. تمام دكتور. تمام دكتور. إذا بدنا نحكي عن نتائج اليوم، إذا نحن لجأنا لهيدا العلاج البوتوكس والفيلر، شو هي النتائج؟ عم تكون مرضية اليوم للناس أو عم يكون في أخطاء شائعة بالموضوع، ما عم يتقبلوا الناس أخطاء معينة بالأسنان؟ أكيد الأخطاء بتكون محصورة، لأن الطبيب بده يكون عنده عامل دورات أكاديمية من جامعات دولية، من جامعته، من وزارته، بيكون معه شهادات أكاديمية وبيعرف هو مكان. مثل البوتوكس كطبيب أسنان أنا بعرف العضلات بشكل جيد، وبعرف الأعصاب، بعرف السايت إفكت تبعه، يعني أكيد بدي يشتغل بهالمجال. بده يكون على دراية محددة بكميات محددة، مثل البوتوكس بده تكون كميات محددة.
محدده وبمناطق محدده مشان ما يعمل اي اشكاليات. طب دكتور، في حال صارت هيك اخطاء من قبل اي شخص ثاني اليوم ولجأت المريضه لعند حضرتك او لعند طبيب ثاني اليوم، مثل البوتوكس او الفيلر نحن بنجهل يعني قديش مدى فاعليته، قديش ممكن يضل، ممكن انه في مواد ثانيه ممكن تروح هي الماده بسرعه؟ اكيد في هذا سؤال كثير حلو. بالنسبه للبوتوكس بيبلش عمله بعد الحقن بيومين ثلاثه، 72 ساعه ببلش عمله لاسبوع، وبيجي لعند الطبيب بعد 10 ايام او 12 يوم للرتوش. ممكن يصير عنده اشكاليات مثلا بالبوتوكس، مثلا بالجبهه، بعضلات الجبهه مثلا تهدد بالجفن، او حقن الطبيب زياده عند عضلات الشفه بتنزل بتهبط اكثر. بس بطمن المرضى انه بعد شهرين ثلاثه بتروح بتخف الاعراض، واعراض مؤقته. البوتوكس والفيلر هن مؤقتين، من 3 شهور لست شهور لثمان شهور يعني مو اكثر. الفيلر في له مواد؟ أكيد ممكن في مواد اذابه، لكن البوتوكس ما في له دكتور؟ لا لا ما له ولا اي حل ثاني طبي او ممكن ادويه ياخذها الشخص؟ ممكن ياخذ هذا الموضوع يمكن سبب له كثير مشكله نفسيه، ممكن ياخذ ادويه التهاب الفيتامين يخفف منه يعني. ولكن هو خلال 3 شهور بيروح نهائيا. مثلا التهدد بالجفن ممكن يحقن في أطر خاصة بيراجع طبيب عينية، بس أخطاء قليلة إذا كان الأيد متمرسة. طيب دكتور، أثناء يمكن تنفيذ هذا البوتوكس ممكن يكون في ألم على المريض، وكم جلسة اليوم المريض بيحتاج كرمال يحصل على نتيجة هو بده إياها؟ هل هي بتفرق حسب المشكلة اللي عم بيعاني منها؟ أكيد مثلا مفصل الصدغي بيحتاج لأكثر كل 4 شهور، بالنسبة للشفة عضلات الشفة بتحتاج كل 3 شهور اول فتره، بعدين بتخف العضلات. وبالنسبه للتجاعيد كمان التجميليه كل 6 اشهر. بس يعني ضل مدى الحياه دكتور كل 4 شهور او كل 6 شهور ولا مع بالنسبه مع زياده الحقن ممكن مع زياده حقن بتخف؟ خلص اخذت العضله مكانها. اكيد هو بيعمل لارخاء العضله، بيصير بشكل كويس يعني مرتخيه ومرتاحه العضله، بعد فتره بتخف حتى كميه البوتوكس المحقونه. تمام. طب دكتور، الاشخاص اللي فينا نقول هدول محظور عليهم ما فينا نعمل لهم لا بوتوكس ولا فيلر ولا اي اجراء ثاني، مين هنون هدول الاشخاص؟ يعني هو مو محظوره على كل مرضى، بس مرضى الضغط ومرضى السكري، ارتفاع الضغط الشرياني، المرضى اللي عم ياخذوا مميعات دم هدول محظور عليهم يعني. اكيد اثناء فتره الحمل هي الحامل ممنوع عليها نهائيا ايش. طيب العمر بيلعب دور، بما انه اليوم الشباب والصبايا باعمار صغيره بيلجؤوا لعلاج مشاكل اسنانهم، واذا عم نقول بوتوكس وفيلر دائما اذا بدهم يلجؤوا للعلاج التجميلي بعمر اكبر، اذا بدنا نقول كتجميل اليوم. أكيد كتجميل. اما بالنسبه لطب الاسنان اليوم في عمر محدد دكتور؟ يعني انا بالنسبه لابتسام اللثويه او مشاكل المفصل الصدغي، يعني انا من فتره كان عندي مريض عمره 16 سنه عنده مشاكل المفصل الصدغي، يعني بعمر 16 17 سنه ببلش العلاجات، اما مو مثل التجميل لعمر 25 30 سنه هون مشاكل طبيه يعني. طيب دكتور، هيك بدنا نصائح من حضرتك لكل الاشخاص اللي عندهم مشكلات اليوم، لانه دائما هنون بيوقعوا بين خيارات، في اشخاص بيقولوا لهم لا الفيلر والبوتوكس انه ما هو الحل الامثل، وفي اشخاص بيقولوا انه لا هو الحل الامثل، فاليوم هدول الاشخاص بيضيعوا بهدول المواضيع. اكيد بالنسبه لاستخدامات النصائح، بالنسبه لاستخدامات الفيلر والبوتوكس بطب الاسنان هو علاج غير تقليدي يعني، ولكن بنلجأ له بحالات ضرورة يعني مريض ما بده جراحة، وبالنهاية أكيد بنلجأ للشيء اللي بيريح المريض وبيخفف عليه آلام ومشاكل. نتمنى الصحة والعافية للجميع. أكيد دكتور، هلأ من خلال حديثك عرفنا أنه هيدا العلاج عم بيساهم بشكل كتير كبير ويعطي نتائج حلوة بكتير من المشاكل الأسنان. طيب بالنسبة لتقويم الأسنان ممكن يكون في علاج بالبوتوكس أم لا؟ يعني ما كتير، قليل جدا يعني. بس احنا هدول العلاجات اللي حكينا عنه بالنسبه لتقويم الاسنان هو التقويم التقليدي الا بس بالابتسامه اللثويه فقط. الابتسامه اللثويه. طب دكتور، بالنسبه للعضلات بالوجه اللي هي ممكن تاخذ بشكل اكبر، في اشخاص انه بيقولوا انا بس عملت البوتوكس مره، انه حسب طبيعه الجسم ما لها علاقه بالعمر، يمكن ذكرنا انه العمر بيلعب دور، لكن احيانا بيقولوا طبيعه البشر لها علاقه، اليوم ضلت هي العضله او ضل البوتوكس فتره اطول، يعني حضرتك عم تذكر انه هو مدته 3 شهور، هذا الشيء بيرجع لحد 6 شهور، ممكن ضلت 8 شهور في حال استمراريته بطريقه اكبر، او في حال انه قلت
فعاليته بطريقة أقل؟ يعني اليوم هالشي بيرجع للمادة أم لطبيعة البشرة؟ أكيد بترجع للمادة، ولا إحنا مثلاً عنا الفيالة بنخففها باثنين ونص ميلي نورموسولاين، إذا خففناها أكثر بتضل أقل، يعني حسب طبيعة المادة وكمان حسب قوة العضلات. يعني اليوم قوة العضلات لها علاقة بالبشرة ما لها علاقة بموضوع لا لا لا. العمر. البوتوكس هو بيلجأ بيستخدم وبيأثر الإفكت تبعه وتأثيره على العضلات فقط لا غير. تمام. خلينا هيك نعطي بالختام نصائح أخيرة لكل اللي عم يتابعونا كرمال يحافظوا على ابتسامتهم بعيدا عن أي مشاكل ممكن تصيبها. أكيد النصائح أنه زيارة طبيبهم إذا لاحظوا أي إشكاليات، مثلا ابتسامة النسوية، مشاكل بالصرير الليلي، ويراجعوا طبيبهم الأخصائي اللي يكون ذو كفاءة عالية بهالشيء، وإن شاء الله بتمنى الصحة والسلامة للجميع. أكيد. إن شاء الله نتمنى لك بقية نهار كتير حلو لك دكتور، وشكرا على المعلومات اللي قدمتنا. أكيد نتمنى الصحة والسلامة للجميع وابتسامة جميلة إن شاء الله. شكرا لك دكتور ولكل المعلومات الطبية والنصائح اللي قدمتها بصباحنا غير لليوم. الله يسلمك، صباح الورد.